بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ذكرنا أن هذه الجملة قد تضمنت منهج أهل السنة في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، والذي دلت عليه أولا مصدر التلقي كما ذكرنا، فالإيمان بأسماء الله وصفاته منبعه تصديق الكتاب والسنة، والإيمان بما ورد فيهما. وليت أن العقل هو المرجع الذي ترد إليه نصوص الكتاب والسنة، فما وافقه قبل وما خالفه رد أو حرف وأول، بل هذه الطريقة طريقة أهل البدع المذمومة التي يجب الإعراض عنها، طريقة تحكيم العقل وتقديمه على الشرع. فذكرنا أن الشرع أتى بما يوافق العقل الصحيح السليم، ويأتي بما يحار فيه العقل، يحتار ولا يدري ما وجهه للجهل بالكيفية، ولا يأتي بما يحيله العقل، بما يعرف العقل أنه مستحيل. وهذا هو الفرق بين الإيمان بالغيب وبين تناقض المشركين والكافرين، فإن عقولهم تقر قرارا إقرارا واضحا بأن ما هم عليه باطل، ولكنهم يقنعون أنفسهم بتقليد الآباء والأجداد بزعم أن العقول لا تعي هذا الباطل. فرق بين أن نعرف أن هذا فوق العقل، بمعنى أن العقل لا يدركه، لا يدرك الكيفية، لا يدرك حقيقة ذات الرب عز وجل وحقيقة صفاته، وبين أن يعرف العقل أن هذا تناقض، أن هذا باطل، كمن يعتقد أن الله ثلاثة وهو واحد في نفسه أيضا، وأن الله هو فلان بعينه، أو أن الله هو الأب والابن والأب في نفس الوقت، وهو الروح القدس أيضا في نفس الوقت، فماذا يصنعون مع عقولهم؟ عقولهم تخبرهم بأن هذا تناقض، وأن هذا لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يكون، ولكنهم يقولون كما أنكم لا تفهمون صفات ذات الرب عز وجل، حقيقة ذات الرب، كيفية ذات الرب وصفاته، فكذلك نحن لا نفهم هذا. هذا كلام باطل. الفرق واضح بين محارات العقول ومحالات العقول، ما يحار فيه العقل شيء وما يحيله العقل شيء، والشرع لا يأتي بمحالات العقول، لا يأتي بذلك، لا يخبرنا ربنا عز وجل بأمر يلزمنا بعمله أو اعتقاده العقل يجزم بأنه تناقض، لكن الشرع يأمرنا أن نؤمن بالغيب، والغيب شيء وراء إدراك العقل، العقل لا يعرفه لكن يجزم بوجوده، كما أننا نجزم بوجود أشياء وراء هذه السماء التي نراها، كما أننا إذا نظرنا إلى البحر لم نرى آخره، ونحن نجزم بوجود أرض وراء هذا الذي يعني نراه ولا نرى آخره، ولكن البصر لا يدركه، العقل أدركه لما
اتسعت مداركه، الذي تراه ولا يتسع له عقلك ماذا يصنع معه، يقف عاجزا يقول انا لا ادري. ومن هنا كان تحكيم العقل في الغيبيات امر باطل، لا يجوز ابدا ان تجعل العقل هو المردود اليه الامور. ولذلك نقول ان منهج المعتزلة والذي عنه اخذه الاشاعرة وان خالفوهم في التفصيل في باب الاسماء والصفات وفي باب القضاء والقدر وفي باب الايمان جملة، وهو منهج تحكيم العقل ورد الامور الى العقل، وما يعني ان يكون العقل هو مرجع معرفة الاسماء والصفات، فما اثبته العقل قبل وما رده العقل رد مع تفاوت العقول، نقول هذا منهج باطل وهو منكر، وهو في الحقيقة ليس من عند اهل الاسلام. والله عز وجل قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ولم يقل فردوه الى العقول، وذلك لان العقول في الغيبيات عاجزة والعقول متفاوتة في ادراك الامور الغيبية وفي فهم معانيها، فكيف تكون هي المرد الذي ترد اليه نصوص الكتاب والسنة؟ بل العقول ترد الى الكتاب والسنة. فاذا وجدنا الكتاب والسنة قد اتى بشيء، تتوهم بعض العقول انه باطل، فليتهم صاحب هذا العقل نفسه ويتهم عقله ويقول انا لا احسن الفهم. وفي الحقيقة عند التأمل تجده لا يمكن ان يكون باطلا ولا متناقضا، وانما العقل هو الذي يتناقض وهو الذي لا يفهم. وبالتالي فاذا رددت الى الكتاب والسنة رددت الى العصمة ورددت الى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن دل على السنة كما ذكرنا مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله. فهذه النقطة الاولى في مسألة منهج التلقي عند اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات وفي باب الايمان كله وفي باب الالتزام كله في باب الايمان والاسلام والاحسان، اننا لا نرد الى غير الكتاب والسنة في باب الاحكام، كما اننا في العقيدة رددنا الى الكتاب والسنة فكذلك في الاحكام نرد الى الكتاب والسنة، كذلك في مواجيد القلوب واحوالها نرد الى الكتاب والسنة. وهذا اصل عظيم والله، يعني لا يعرف قدره الا من نظر في مناهج الناس ونظر كيف ان علم التوحيد مثلا صار لدى المتكلمين شبهات وردود وبعد تام عن الكتاب والسنة، واي نظرة في يعني كتاب من هذه الكتب يعني نظرة وجيزة سريعة مثلا على كتاب الذي يدرس لابناء يعني المسلمين في السنة الثانية والثالثة الاعدادية الازهرية، هو مقتطفات يسيرة جدا جدا من شرح الجوهرة، المتن المعهود المليء بالتناقضات ويعني المنكرات، فضلا عنه يعتبر بالنسبة الى كلام المعتزلة مثلا يعتبر من احسن الكلام بالنسبة الى كلامهم. فتعرف ان علم التوحيد هذا صار علما يعني فعلا يعني صدق من قال عن من ظنه كذلك انه فعلا طرف عقلي، وهذا باطل قطعا. فعلم التوحيد الحقيقي لا يمكن ان يكون طرفا عقليا، كيف يكون طرفا عقليا وهو العلم بالله عز وجل؟ لكن لانه ظن ما درس هو اصلا في حياته الا هذه الخزعبلات والا التناقضات العقليه والردود عليها والشبهات ونحو ذلك، وبالتالي فصار يعني الكلام مثلا على سبيل المثال اخبرني ما الفرق بين صفات المعاني ويعني الصفات الثبوتيه مثلا، يقولوا كده يقولوا الصفه الثبوتيه صفه السمع وصفات المعاني كونه سميعا، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ بيقعدوا يجيبوا فروق عقليه بقى، كونه سميعا دي حاجه، وهو عندهم 20 صفه سبعه ثبوتيه او صفات الصفات المعنويه وسته سلبيه او خمسه سلبيه وصفات النفي وواحده وجوديه وسبعه من صفات المعاني. ايه الكلام ده؟ جبتوه منين الكلام ده؟ من كتاب من سنه؟ لا، جابوه اصلا من تقسيمات العقول. طب ونقولوا ايه هم الصفات السبعه؟ الصفات اللي هم الثبوتيه اللي هي الصفات المعنويه والسمع والبصر والقدره والحياه والعلم والاراده والكلام. هذه سبع صفات.
طب الصفات الثانية صفات المعاني، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه عليما، كونه قديرا، كونه مريدا، كونه متكلما، كونه حيا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ جابوا ايه هما؟ طب صفات الرحمة والعزة والعظمة وال يعني صفة الكبرياء مثلا، انه صفة العلو، صفات الافعال التي هي صفة المجيء يوم القيامة، الاستواء على العرش، لا دي كل دي لابد ان تؤول عندهم انها لا يجوز اثبات الا هذه العشرين صفة، السبع الصفتين اللي قلنا عليهم دول، والخمسة السلبية اللي هي الوحدانية والقدم والبقاء والقيام بالذات والمخالفة للحوادث. وتقرا في المخالفة للحوادث دي تحريف الكلمة عن مواضعه، ده كله منهج فعلا، منهج ده نقول ده من اين اتيتم بهذا؟ هل قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه؟ علم الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد لاصحابه هذه الطريقة ان تقولوا ذلك، وتقولوا ان المخالفة للحوادث لابد فيها من تأويل الآيات التي ظاهرها التشبيه، التي نحو قوله الرحمن على العرش استوى، فيجب ان تؤول الى استولى، وتأويل قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان لأن اليد جارحة والجارحة منفية عن الله، فلا بد أن نؤولها بالقدرة والنعمة، وهذا باطل بلا شك كما سأتي بيانه. الغرض المقصود أن هذا من المنهج المنحرف أصلا، مصدر التلقي من أين نتلقى؟ نقول أن كما حصل انحراف في قضية التوحيد في مصدر التلقي في قضايا الإيمان، حصل الانحراف في قضية الأحكام، يعرف ذلك من يقرأ في كتب المتأخرين من الفقهاء غير كتب المتقدمين من السلف الذين يستدلون بالكتاب والسنة، يعلمون فأتباعهم قال الله وقال الرسول بشروح أهل العلم. أما أن تصبح يعني المسائل الفقهية مجرد مسائل تقليد محض من غير معرفة الدليل، ومن أعصر الأمور أن يبحث فيها عن الدليل، فضلا عن التفريعات على التفريعات على التفريعات، مما يترتب عليه ظهور مسائل لا فائدة منها ولا يمكن أن تقع ربما في الحياة أبدا ويبحث في حكمها. ومثال يعني تجد مباحث في كتب المتأخرين حول لبن الذكر، لو أرضع الذكر البالغ مثلا ابنا أو طفلا هل يحرم بذلك وينتقد التحريم أم لا؟ كم واحد من البشر ينزل لبن من الذكور؟ أقول لك لبن مثلا إيه الذكر ده لما هيبقى ابنه من الرضاعه ولا يبقاش ابنه من الرضاعه؟ نقعد بقى نبحث في الايه؟ في صحه القياس وفي بطلان القياس، نقول ده ممكن يحصل في العالم في كله في كام واحد؟ وان واحد يطلع له ثدي وان هو ينزل منه لبن وان هو يبدا يرضع ايه؟ طفل وخمس رضعات مشبعات ويرضوا يرضعوه وينظر بقى هيبقى ابنه ولا مش ابنه ونحو ذلك. والرضاع من لبن الميته مثلا، امراه ميته طار لبنها في الهواء من غير ان يمسك الطفل الثدي ورضع خمس رضعات مشبعات، نقعد نقول الكلام ده اكل الدود يفطر الصائم ولا ما يفطرش الصائم؟ ومين اللي هيقعد ياكل الدود لوحده مثلا؟ يعني مثل هذه المسائل العجيبه التي ادت الى ان مصدر التلقي يصبح هو مجرد العقل اللي هو فعلا عقول المتاخرين من الفقهاء والقياسات دون رد الى الكتاب والسنه، وبالتالي حصل الابتعاد الشديد، اصبح هذا الفقه فقها جامدا لا يعني يؤثر في القلوب ولا يحب القلوب. وكما يدرك ايضا خطوره الانحرافات التي وقعت بعد عن الكتاب والسنه من قرا مثلا في كتب التهذيب واصلاح القلوب في كتب الصوفيه، وكيف انه صارت اقوال يعني ائمتهم في ذلك ومواجدهم وما يعني يرونه بعقولهم القاصره هي المرجع والمرض، فانهم مثلا يكادون يجمعون على امر معين، يجمعون مثلا على ان الصبر من مقاوات العوائل، لا تجد احدا من المتاخرين الا ويقول ذلك، ولم يعني يتجرأ ان يخالف قادته وسادته في ذلك، مع ان الصبر من مقامات الانبياء والمرسلين، وهم يترفعون عنه ويترفعون عن الخوف ويترفعون عن الرجاء، يقولون عن الخوف عباده العبيد، ويقولون عن الرجاء عباده التجار، على سبيل الذم وليس على سبيل الايه؟ المدح مثلا، متاجر ناجح يعني فليتاجر مع الله مثلا، لا ده غير تجارة المحبين. ويتناقلون الأقوال المنكرة نحو قول بعضهم يعني أن لو كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها ونحو ذلك، وأن الرضا
من مقامات الواصلين إلى الله أنه بحيث لو أدخله النار لا رضي بذلك، لا بد أن يكون راضيا ولو دخل النار. ونحو ذلك من الخزعبلات التي تمتلئ بها كتب المتأخرين. ويعني من يلقي نظرة على كتاب مثل كتاب الإحياء مثلا على أنه أرفع هذه الكتب مستوى وأعظمها قدرا من جهة يعني ما تضمنه من وسائل الإصلاح والتهذيب، إلا أن فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإشارات الباطلة المنكرة ما يجعل الإنسان من عوام المسلمين لوقع فيه لوقع في وهاد خطيرة بسبب الإعراض عن المنهج الحقيقي الواجب الاتباع وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. لذلك نقول أن هذا الأصل العظيم وهو في قضايا الإيمان نؤمن بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يسع الإنسان أن يخرج عنه في عقيدة في عمل، يعني هذا في باب الاعتقاد، وكذلك لا يخرج عن الكتاب والسنة في العمل ولا في السلوك وأحوال القلوب ولا في أمور الدعوة والسياسة والجهاد، لابد أن تكون هذه الأمور مردها إلى الكتاب والسنة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه العبارة نفي التحريف، قال من غير تحريف. التحريف أصله فأخذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا أو حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته، والتشديد حرفته للمبالغة. فتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. والحقيقة يعني إن هو التحريف المقصود به التأويل الباطل. شيخ الإسلام التامية قصد بهذا التحريف التأويل الباطل، ولكنه لم يذكر لفظ التأويل الذي استعمله المتأخرون لأجل أن لفظ التحريف هو الذي ورد ذمه في القرآن والسنة. قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فذمهم في صرف معاني الكتاب إلى معاني غير ظاهرة، وإن كان قد يحتملها اللفظ لغة لكن لابد من دليل يدل عليها. فذم الله من صرف ألفاظ الكتاب إلى هذه المعاني المرجوحة من غير دليل، فذم الله عز وجل أهل الكتاب على تحريفهم، وهم كما نعلم حرفوا المعاني وحرفوا الكتاب نفسه وأتوا بما يشبه الحق ليلبسوا على الناس، وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. وشيخ الإسلام يقصد بذلك التحريف هو تأويل المتأخرين الذين قالوا كما ذكرنا بأنه يلزم تأويل ما لم يدل العقل عليه من الصفات الإلهية، وكما ذكرنا هم حددوا تحديدا أن العقل يدل على 7 صفات أو كما ذكرنا عند التوسعة 20 صفة، 20 صفة بين الثبوتية أو الصفة الوجودية والسلبية والمعنوية وصفات المعاني، وما سوى ذلك فلا بد أن يؤول. لماذا يؤول؟ يعني يصرف معنى. كما ذكرت قالوا أنهم يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا أمر يعني فيه طعن أولا من جهة اللغة، يعني بمعنى أنك أئمة اللغة ينفون ذلك ويقولون أن البيت الذي احتجوا به قد استوى بشر على العراقي من غير دم ومن غير سيف ولا دم مهراقي بمعنى استولى. أولا نازعوا في يعني هذا القول الأخطر النصراني الذي لا يحسن يعني ولا يحتج به في العربية وليس من كلام العرب. وعلى أي الأحوال فلو سلمنا ذلك فليس هو المعنى المتبادر من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لأن المعنى المتبادر كما فسره السلف هو معنى العلو والارتفاع وليس معنى الاستيلاء، لأن معنى الاستيلاء يقتضي وجود منازع له غلبه عليه فأخذ منه هذا الذي كان في يده وجعله في ملكه هو، وهذا معنى باطل ولا يدل عليه كما ذكرنا ظاهر اللفظ. فهم أولوه لماذا؟ لأنهم يزعمون أن هذا كما ذكرنا يحيله العقل وبالتالي فلا بد من تأويله. والتأويل في الاصطلاح عندهم هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، وهذا الأمر لو استوفى فعلا هذه الشروط التي ذكروها
لكان في الحقيقة بيانا لمعنى الكلام. يعني الكلام أصلا يحتمل ينقسم في اللغة إلى عدة أنواع من الكلام. ألفاظ تدل على معاني، درجات الدلالة متفاوتة، هناك دلالة قطعية، هذا اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى، الكلمة دي تدل على معنى ده دلالة ما تحتملش غيرها، كما لو قلت في قوله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، هذا لا يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون تسعة ولا أحد عشر، هي عشرة ما تحتمل غير ذلك، لأن الله أكدها، قال سبعة في الحج و ثلاثة في الحج وسبعة إذا رأيتم تلك عشرة كاملة، يبقى بين ذلك بيانا إيه؟ لا يحتمل وجوها أخرى في المعنى. وهناك فهذه تسمى دلالة نصية، دلالة نص لا يحتمل وجهين، المعاني الأخرى لا تدخل تحت هذا اللفظ، كما لو قلت لفظ البقرة دلالتها على الحيوان المعروف دلالة أكيدة، دلالتها على عائشة مثلا، إيه دلالة البقرة على عائشة؟ تحتملها اللفظ ولا بدرجة 1%، مش كده؟ فلما يجي إخوان اليهود من الشيعة يقولوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة يقولوا عائشة مثلا، أو إن ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت، يفسروا بيقول الجبث والطاغوت أبو بكر وإيه؟ وعمر، تعالى الله عن قلم علوا كبير، دول أصلا الآية دي يقولوا إن نزل فيهم والعياذ بالله، وإن أوتوا نصيبا من الكتاب هم أهل الإسلام، مع إن ده اللفظ يحتمله بدرجة 1 في الـ1000، ما يحتملوش، ده كلام لا غير محتمل، فلذلك لأن الدلالة دي دلالة نص في المعنى اللي ورد فيه ما يحتملش غير ذلك من المعاني، وبالتالي فما يسموش ده تأويل أصلا، ما يحتملش ده تأويل، يسمى ده لعب بالنصوص، لأن ده مش تحريف للكلام، ده أسوأ من التحريف، ده تكذيب للقرآن، لما تقول لي إن دي معناها كده يبقى أنت بتحرف الكلام عن مواضيعه، ليس تحرف الكلام عن مواضيعه، ده أنت تبطل الكلام من أصله، والعياذ بالله. ولذلك بنقول ان هذا اشد انواع البطلان، لان دلاله الكلام على المعنى دلاله نصيه لا تحتمل المعنى الاخر بوجه من الوجوه. في دلاله اخرى ان الكلمه تدل على المعنى بطريقه ظاهره وتستعمل في غيره باحتمالات اقل في الدلاله، يعني لو قلت رايت اسدا، فكلمه الاسد دي تستعمل في اللغه في الحيوان المعروف المشهور، وتستعمل ايضا في الرجل الشجاع، تستعمل في الرجل الشجاع، ولكن إذا قلت رأيت أسدا وسكت، يبقى أنت ماذا يفهم المتكلم أول ما يفهم؟ اللي هو الرجل الحيوان المعروف، لأنه أكثر استعمالا في اللغة وفي عرف الناس في الحيوان المعروف أكثر منه في الرجل الشجاع. هي تحتملها اللفظ الرجل الشجاع، بس ما ينفعش إن احنا نصرفه له إلا إيه؟ إلا بدليل، إلا بقرينة. فلو قلت على سبيل المثال رأيت أسدا يمسك مدفعا ويضرب يمينا وشمالا في أعداء الله فقتل منهم 100، وثم أصابه طلق مثلا يعني في ذراعه فجرح، يبقى أنت كده فهمت إيه؟ لما قلت لك من أول ما قلت لك يمسك مدفعا قلت يبقى مش ممكن يكون الإيه؟ الأسد اللي هو الحيوان المعروف، ده أنت كده فهمت منه المعنى الثاني عشان كلمة يمسك إيه؟ مدفعا. زي ما أبو بكر رضي الله عنه يقول الذي قال صدق رسول الله لكن سلبوا هذا الرجل المشرك عندي، فقال ولكن اعطنيه، اي هو كان في صحابي اللي هو ابو قتاده رضي الله عنه قتل رجلا من المشركين عظيم جدا وله سلب اللي هو الملابس والسلاح بتاعه، فهو قتله وانشغل عن المعركه، فجه يدور بعد كده عليه فلقى واحد من المسلمين ايه اخده وكتم البتاع ده عنده، فالمهم ايه فبحث عنه لغايه ما واحد الصحابي اللي خده ده الثاني ده خد الهدوم بتاعت الراجل فقال له صدق رسول الله قد قتله وسلبه عندي فاعطنيه، فابو بكر رجعه غاض جدا فقال لا الله ياتي الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، هو انت قتلت الراجل المشرك عشان تاخد السلب بتاعه والسلاح بتاعه، فابو بكر اقسم ان ما يديهولك ازاي وانت اللي قتلته، ده ياتي الى اسد من اسد الله اللي هو ابو قتاده قتل ابو مسلم يقول ضمني ضمه، هو بيوصف ازاي قتله، قال لك ضمني ضمه هو ضربه ضربه بالسيف فضمه ضمه بيقول وجدت منها رائحه الموت كان هيموت ثم جاءه الاجل،
يعني اجل وجيه قبل ما ايه ما ابو قتاده يموت منه. يعني هو من كتر ما هو في اخر النزع كده ايده ضعفت نتيجه ضربه الطفل ضربها. فبعدين مين اللي ياخد السلب بقى؟ فتم ابو بكر رضي الله عنه ابا قتاده ايه اسدا من اسد الله. من كلمه اسد من اسد الله في الموضوع ده عمر ما حد هيصل في باله الا ايه الا المعنى الثاني اللي هو الرجل ايه الشجاع. لكن لو قلنا مثلا ان حديث اللي هو ابن ابي جهل ما هو قول جاء الاسد اللي هو مش حسن احد المشركين ان الرسول اخبر قال اللهم صل عليه كلبا من ايه من كلاب. فجاء الاسد يحوم حولهم في السفر حتى وقع عليه وايه ويعني قتله. الغرض ان الاسد ده مين هو بقى في الحاله دي؟ حيوان مفترس. فاحنا بنقول هنا دلاله كلمه الاسد على المعنيين دول، في الحيوان المفترس ظاهر وفي المعنى الاخر معنى مرجوح يسموه معنى مؤول او يسموه مجاز. اذا دل الدليل عليه يبقى نقول هذا الكلام هو المقصود من الايه من اللفظ. ما دلش الدليل عليه بقول انهون المستعمل اكثر الحيوان المفترس. لو قلت واحد كده في الشارع انا قلت رايت اسدا يقول لك ايه فين اسد ده؟ هيفهم على طول ايه؟ انه حيوان، لان انت ما قلتش اكثر من كلمه اسد. فدي ظاهر الكلمه ماشي كده. فلو قلنا على سبيل المثال من هذا الباب مثلا كلمه افعل كذا اللي هو الامر، الامر ظاهره الوجوب. لو ما فيش قرينه تدل على غير كده، لو ما فيش دليل يدل ان هو مقصده قال له افعل كذا ان شئت، زي ما الرسول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثه لمن شاء. فلما قال لمن شاء دي عرفنا ان صلوا قبل المغرب دي مش ايه؟ ليست في الوجوب بل هي للاستحباب. وفي امر للتهديد على سبيل المثال اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم دي واحد يقول لك دي لتخيير الناس مثلا تعمل اللي عايزه تعمله، اهل الاباحيه يقول لك دي لا دي قرينه قويه وجدا واضحه ان ده تهديد. طب اعمل اللي عايز تعمله وانت هتشوف مش كده؟ ربنا اعلم بحالك سيحاسبك على ما تفعل. ها؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هي لتخيير الناس اللي عايز يؤمن يكفر يكفر. لان ربنا قال بعدها ايه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقة. يعني الكفر اللي هيكفر هيخش النار مش مع ذلك إن ده للتخيير. ده القرينة دي دلت على إن دي للتهديد، أمر ده للتهديد لا للتسوية ولا للإيجاب ولا للتخيير، لا ما هو للتهديد مع إنه أمر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر للتهديد في الحقيقة. والأمر بالإيمان للإيجاب ولكن تضمنت الآية القرينة الدالة على ذلك. ولذلك لما بنقول العلماء مثلا يختلفوا في امر من الاوامر التي وردت في القران، فالبعض يقول الوجوب والثاني يقول الاستحباب، بل اصلا انه للايه؟ لان دي ظاهر الكلمه وظاهر الامر الوجوب ويحتمل غيره بالدليل. اذا ما كانش في دليل يبقى ايه؟ يبقى ده ما يجوزش صرف الكلام اليه. يبقى بعد كده الاحتمال اللي هو احنا قلنا دلوقتي يبقى كده دلاله النص، دلاله الظاهر، دلالة التأويل، التأويل دي اللي هي المعنى المرجوح لو انه دل معاه دليل، يعني هي كفته مرجوحة. كفة الظاهر راجحة، لكن وكفة المؤول مرجوحة طالعة فوق، لكن لما جه الدليل تقلها وخلاها تطلع عن الظاهر. لو في ميزان كده ودلالة عايزين نوزن الكلمة دي تدل على المعنى ده ولا على المعنى ده، فكفة الظاهر هي الراجحة. يجب حمل الكلام عليها، إلا لو جه دليل يتقل الإيه؟ المرجوح ده المعنى المرجوح ويخليه اثقل، يبقى الدليل ده من براه مش من دلاله اللفظ. لازم دليل من الخارج، لازم قرينه من الايه؟ من الخارج. فضل الدلاله بتاعت اللي هي الاثنين زي بعض بقى، الكلمه نفسها تدل على هذا وهذا بدرجه متساويه، الكفتين زي بعض بالظبط، اللي بيسموه دلاله اجمال. دلاله الاجمال دي ان الكلمه تدل على عده معاني، معنى او اكثر، على معنيين او اكثر، دلاله متساويه. زي كلمه الذي، الذي تنطبق على الرجل ده وعلى الرجل ده مش كده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ عشان اقول المقصود بالذي هنا هو فلان دون فلان لازم يجيب من بره كلمه الذي ماشي؟ يعني لو قلنا الذي بيده عقده النكاح ده مقصود به الزوج ولا مقصود به ولي المراه؟ ليه؟ منين جبتوا الكلام ده؟ جبتوها منين؟ اولا كل منهم بيده عقده نكاح مش كده؟ الذي بيده عقدة النكاح، لأن الرجل يعقد عقدة النكاح هو الإيه؟ وولي المرأة بيعقد عقدة النكاح أيضا، مش كده؟ بيده أن يزوجها وبيده أن يمتنع، والرجل بيده أن يتزوج وبيده أن يمتنع، فبيده عقدة النكاح دي كلمة الذي تنطبق على الاثنين بدرجة متساوية.
عشان اقول ايهما المقصود اقوم انا ادور في السياق وفي الكلام وفي الادله الثانيه عشان اعرف مين المقصود ده. وان الايه مثلا نقول على سبيل المثال تضمنت في اول الكلام عفو المراه الا ان يعفون. طيب او يعفو الذي باذنه عقده النكاح. لو حملته على الزوج يبقى انا رغب الطرفين في العفو مش كده؟ ولو حملته على ولي المراه يبقى انا رغبت طرف واحد في العفو اللي هو مين؟ المراه وليها. طب والراجل ما يعفوش ليه؟ حاجة ثانية ان الرجل ولي المرأة اللي انتوا تقولوا عليه دلوقتي خبطتوها كده وانتوا قاعدين وانتوا مش واخدين بالكم ان حرام ان واحد يتكلم في القرآن بغير علم ومن غير دليل ولا جت منين دي؟ انه لو امرناه ان هو الذي يعفو زي ما هو بعض اهل العلم قال بيها كده فعلا، لكن هو ده مرجوح في الحقيقة. ان لو قلنا ان مثلا ولي المرأة هو اللي يعفو، طب يعفو عن حقها؟ ده حقها هي لازم تعفو، مش ان هو اللي يعفو عن حاجة مش بتاعته. فمين اللي يعفو عن حاجة بتاعته؟ يبقى الزوج هو الذي بيده عقدة الايه؟ النكاح. وبعدين الذي يدي عقدة النكاح هو اللي يعقد هو اللي يحل. ولي المرأة هيعقد بس مش هو اللي مش هو اللي هيحل مش كده؟ اللي بيعقد العقدة هو اللي ممكن يقدر يحلها. فيبقى حمل الآية دي على الزوج أولى من حملها على ولي إيه؟ المرأة. جبنا الترجيح ده من اللفظ نفسه ولا من براه؟ من براه. فده دلالة الإجمال، لأن دلالة اللفظ على الاثنين زي بعض درجة متساوية. فلا بد علشان اقول ده المقصود ان انا اجيب دليل من بره ماشي كده. فالتاويل بقى اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى ايه مرجوح لدليل يقترن به. لو ان الدليل ده دليل صح يبقى الكلام ده كلام صح، يبقى ده بيان لمعنى الايه الكلام. عشان كده الشيخ الاسلام تمام بيقول شروط التاويل الصحيح اربعه: ان يدل عليه، ان تكون المعنى المرجوح ده يستعمل في لغه العرب، وان يدل عليه دليل، وأن يسلم الدليل من معارض. وإذا كان في الأسماء والصفات يبقى لابد، أو في العقيدة عموما لابد أن يكون هذا دائما كتاب والسنة، لأنه يستحيل أن يتكلم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ظاهره الكفر ثم يسكت عن ذلك من غير أن يبين لنا، ويترك لعقولنا أن نفهم بقى الاحتمالات البعيدة جدا. نقعد 300 سنة ما نعرفش المعنى ده لغاية ما يجي واحد يطلعه لنا. يعني الأمة فضلت 300 سنة تفسر قوله عز وجل: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، على يدي الرب عز وجل، لغايه ما ظهرت بدع الايه؟ المعتزله والاشاعره. قاموا قعدوا يقولوا يدي يعني قدرتي، مع ان ما تستعملش يدي، دول الاثنين مثنى، وربنا له قدره شامله لكل المقدورات مش قدرتين، وكل ولا انها قدرات متعدده عشان نقول قدرات ربنا، قدره ربنا قدره واحده متعلقه بكل المقدورات. 300 سنة الأمة تبقى محتارة مش فاهمة الألفاظ دي، ولا حد من السلف يفسرها، وبعدين تيجوا أنتوا تقولوا الكلام ده، فمش ممكن. طب ليه اللي خلاكم تقولوا الكلام ده؟ يقولوا أن ظاهره الكفر، ظاهره ظاهر كلمة خلقته بيدي الكفر. إزاي تقولوا كفر؟ هم بيقولوا كده فعلا، يقولوا أن ده تشبيه والتشبيه كفر. فلا بد أن نصرف هذا اللفظ إيه؟ يعني الأمة تقعد 300 سنة ما تعرفش الموضوع ده لغاية ما تيجوا أنتم؟ فده مستحيل طبعا، ده مش ممكن أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام غلط ظاهره باطل وبعدين ويسكت ما يقولوناش. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما اتكلم كلام هو مش قصده يقوله حقيقه معناه، قصده معنى المجازي يبينه لنا. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الله عز وجل: يا ابن ادم استطعمت مرضت فلم تعدني. قال: وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان. اما علمت انك لو عدت لوجدت ذلك عندي؟ يبقى ده لو قلنا ده هذا الحديث ده استوفى شروط التأويل الصحيح ماشي كده. وعشان كده لو قلنا ده تأويل، لو قلنا لو سميناه تأويل ده مش تأويل مذموم، لان بيان لمعنى الايه الكلام. ان اصلا كلمة مريضته يعني اذا واحد انا بحب واحد جدا فعرفت انه عيان، فقلت له ده انا اللي عيان، وانت فاهم ان انا ايه مش انا اللي عيان فعلا مش كده. ولذلك احنا يصح ان احنا نقول لا يمرض الرب عز وجل ولا ما ينفعش؟ يجب ان نقول، لازم نقول ان ربنا لا يمرض عز وجل مش كده. طب امال ايه مرضته دي؟ ده معناها مرض عبد الله مش كده. ولكن لان ربنا بيحب هذا الانسان المسلم واوجب عليك ان انت تزوره، وجعل ان انت لما تزوره هتاخد اجر عند ربنا سبحانه وتعالى وتقترب من الله عز وجل اللي هو قريب من هذا المريض، فتقرب من ربنا لما تروح تزوره. فقال الله عز وجل: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. والا فالله عز وجل لا يمرض حقيقه مش كده. طب جبنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، من كلام ربنا عز وجل الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اللفظ ده مستعمل في لغه العرب؟ مستعمل، ان هو مجاز حذف المضاف. ان احنا ممكن نقول انا اللي عيان اقصد صديقي اللي عيان او حبيبي اللي عيان،
فلو قلت مريض عبد الله فلان فعبرت عن هذا المعنى بمرض الرب عز وجل، فليس المراد ان الله يمرض حقيقة بل مرض عبده، فمستعمل في لغة العرب بذلك. والحاجة الثانية دل عليه دليل، صح دل عليه دليل، وهو ايه؟ نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. هذا الدليل سالم من معارض، يعني ما فيش احاديث تانية تثبت ان ربنا بيمرض، مش زي اليهود ما بيقولوا ان ربنا عز وجل ندم على اغراق اهل الارض بالطوفان وبكى حتى رمد وعادته الملائكة، ده بيثبتوا بقى حقيقة الامر فعلا ان هم ربنا بيمرض والعياذ بالله، وان ربنا قاعد يعيط جامد جامد لغاية ما عليه ورمت، فالملائكة راحت ايه تزور كل الناس يقول نعوذ بالله استغفر الله العظيم، نعوذ بالكفر فعلا والعياذ بالله. ولذلك ان العبد لما يسمع يوم القيامة مرضت فلم تعودني يقول كيف اعودك انت رب العالمين، وهو في الحقيقة عايز يقول كيف ايه تمرض وانت رب العالمين، وكيف اعودك انت وانت رب العالمين. وكذلك في قوله يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، والله عز وجل يقول هو يطعم وايه ولا يطعم، ده نص القران مش كده، فما فيش معارض لان المعنى مقصود به جاع او استطعمك عبد الله فلان، استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، قال وكيف اطعمك وانت رب العالمين، فده معناه ان هو العبد بيستنكر الكلام، مش ممكن ربنا ايه يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم عز وجل، ولكن فده كلام ربنا عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين وسلم هذا الدليل المعارض، وكان هذا الدليل من الايه؟ من الكتاب والسنه، وبالتالي فده لو سمينا ده تأويل فده تأويل صحيح. مش تحريف للكلم بل بيان لمعنى الايه؟ الكلام. لكن لما نلاقي ان الادله دي مش موجوده، زي ما قلت لكم لما واحد يأول الزمت والطاغوت بابو بكر وعمر، دي في لغه العرب مستعمل. خلاص دي من اولها كده تلغيه، تبقى ده صفر اصلا الاحتمال ده. طب لو كان في لغة العرب مستعمل زي استعمال اليد بالقدرة، مستعمل في لغة العرب ان واستعمل في النعمة، تقول لك يد عندي لم اجزيك بها، زي ما سهيل بن عمرو بيقول لأبي بكر لولا يد لك عندي لم اجزيك بها لاجبتك، لما قال له انقص بدر الله ابو بكر رضي الله عنه، كان سهيل بن عمرو بيفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فالمهم ان هو سهيل بن عمرو قال له اني ارى اوباشا، شايف خلائط من الناس، مش يعني مش قبيلة واحدة، اوباشا احرى ان يفروا عنك، ده ساعه الجد هيسيبوك ويمشوا يفروا في المعركه عشان هما مش قبيله واحده. فقال له ابو بكر امصص بدر اللات، انحن نفر عنك؟ شتيمه فظيعه، يعني زي الشتيمه اللي بيسموها في الشوارع لبعضهم، وطبعا ده جائز في الموضع ده عشان هو ايه. فقال من هذا؟ مين دي بيشتم شتيمه ويقول له امصص البدر ده اللي هو عضو فرج المراه، فبيقول له امصص بدر اللات انحن نفر عنه؟ فقال من هذا؟ هو ايه اللي خلاه يشتم الراجل كبير المشركين كده؟ اصل هو عارف ان هو مكسور ناحيه ابو بكر، فقال من هذا؟ قالوا ابو بكر. فقال لولا يد لك عندي لم اجزك بها لاجبتك، لولا ان انت عامل فيها نعمه ومعروف انا ما جازيتكش ما ردتلكش المعروف ده كنت رديت عليك. بس هو ابو بكر عارف ان هو كاسر سهيل بن عمرو من زمان ايام الجاهليه وعامل له مصالح، وهو الثاني ما ردش المعروف ده، فراح جاي شتم الشتيمه الايه؟ شتم الالهه بتاعته هذه، يعني هذا الشتم الشديد. فالمهم ان هو الامر ده كلمه يد، يعني هل هنقول ان سهيل بن عمرو كان عنده ايد ابو بكر؟ كان ابو بكر عنده ثلاث ايدين فشال واحده منهم وحطها عند سهيل بن عمرو؟ انت بتضحك على الكلام ده جزما، لا، لان الكلام ده معلوم انه مقصوده بكلمه يد معناها ايه؟ النعمه والمعروف، مش كده؟ وهذا امر مستعمل في لغه العرب، والقرينه بتاعت السياق دلت عليه، فلما نفسر الكلام بيه يبقى يجب ان نفسره لان في دليل، مش كده؟ والامر ده مش طبعا مش في الصفات ولا في العقيده، ده في سياق الكلام، ولو كان في غير ذلك بس السياق يدل عليه بقى يصح ذلك، زي ما نقول مثلا قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. حرام ان الواحد يعمل ايده كده؟ ولا حرام يربط ايده في الاسفل او ايده اتكسرت؟ منهي عنه ده؟ كنا تقول لا. طب ليه لا؟ ليه حملنا اللفظ على معنى ثاني؟ لان ده في قرينه السياق في ان النفقه قبلها ايه؟ قبلها وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. يبقى معناها ايه؟ لا تبخل، مش كده؟ ولا تبسطها كل البسط معناها ايه؟ الاسراف والتبذير. فاحنا السياق ده فهمناه وقلنا المنهي عنه هو التبذير، ونجيبها في ادله النهي عن التبذير والاسراف، ونجيبها في ادله النهي عن البخل، مش هنجيبها في تحريم ان يبسط الانسان ايه؟
يده بمعنى فرد الأصابع. طب ليه جبنا الكلام ده في القرآن؟ لأن في دليل يدل على ذلك وهو سياق الآيات ما قبلها مع فيه قرينة. فأولا هو مستعمل في لغة العرب، وثانيا هذا الكلام في إيه؟ دل عليه الدليل، وسلم هذا الدليل من معارض. مفيش حاجة تعارض الكلام ده، بقول إن ده يفسر بهذا مفيش معارض له، بخلاف ما يكون مثلا على سبيل المثال إن أنت كل ما لو إنه على سبيل المثال قال لي استوى بمعنى استولى، طب هجيب لك الألفاظ الأخرى الكثيرة جدا في علو الله على عرشه، والله فوق العرش يخافون ربهم من فوقهم، دي كلها تعارض اللي أنت بتستدل بيه وتقول إن الدليل هو أن العقل يحيل فوقية الرب على عرشه. العقل بتاعك ده أدلة تخالف 50 دليل، فضلا العقل لا يحيل ذلك. معنى كده؟ وإذا قلنا بكف العقيدة يبقى لازم يكون من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يبين لنا ذلك. فإذا لما الشروط دي تستوفى يبقى التأويل في الحقيقة مش تأويل مذموم، يبقى بيان لمعنى الكلام مش تحريف. أما لو إن الشروط دي لم تستوفى زي مسألة إن هو يفسر اليد بالقدرة ويفسر مع إنها مستعملة في العرب، لكن ما دلش عليها دليل، والدليل اللي انت احتجت بيه غير سالم من المعارضه، بل هو في الحقيقه شبهات، فضلا انه ليس من كلام الله ولا كلام الرسول ولا كلام الصحابه ولا كلام التابعين. قعدوا 300 سنه زي ما بقول، ثلاث قرون لا يتكلمون في مثل هذا الكلام. تيجي انتوا بعد كده تقول هو ده المقصود من كلام الله؟ لا مش ممكن، يبقى ده كلام باطل قطعا، ولا هذا تاويل باطل، وهو ده التحريف الذي قصده الشيخ ابن تيميه، وهو بيقول انا خصيصا جبت لفظ التحريف علشان هو اللي وارد ذمه في الكتاب والسنه، اللي هو يحرفون الكلمة ايه؟ عن مواضعه. ومن امثلة ذلك تأويل الاستواء بالاستيلاء، وتأويل اليد بالقدرة والنعمة مع نفي صفة الرب عز وجل، مع انه يقول لا يجوز، انه يقول لا يجوز ان نصف الرب بان له يدان، لا يجوز ان نصف الرب بان له عينان، لا يجوز ان نصف الرب بانه يأتي يوم القيامة او انه استوى على العرش. ايه اللي جبته منين لا يجوز ده؟ ده كتاب وسنة يقول لك دي العقل يحيلها، ولا العقل يحيلها ولا حاجة. عقول المسلمين الصافية من الصحابة والتابعين قبلت هذا الأمر، كما علمه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكما علمه الصحابة التابعين، وكما علمه التابعون تابعي التابعين، وطعنوا في من يتكلم في ذلك. يوم حميد كان عند ثابت البناني رضي الله عنه، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان فلما في قوله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فقال تجلى مثل هذه. هو بيبين قدر التجلي غير كامل، تجلي بسيط، تجلي يسير، فاشار باصبعه الابهام على الايه؟ على الـ الـ على الخنصر. يعني تجلي ربنا للجبل مش تجلي كامل، ومع ذلك انهار الايه؟ الجبل. فقال له ما تريد الى هذا يا ثابت؟ انت بتتكلم كده ليه؟ فراح جاي ضربه في صدره ضربه شديده، وقالوا ومن انت يا حميد؟ وبعدين الظاهر استكثر قال له وما انت يا حميد؟ يعني بعد ما قال له من انت؟ قال له ايه؟ ما انت، يعني يسال بها عن غير الايه؟ العاقل. ما انت؟ انت ما تسويش حاجه، انت مش انت مين؟ ده انت ايه؟ ها؟ انت مين؟ لا، قال له انت ايه؟ يحدث به انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا اقول به؟ عايز تقول لي بعدين تقول لي ما تريد الا ذلك؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، وانا عمل كده، يبقى انا لازم اعمل كده انا كمان. ماشي كده؟ وهم طبعا ما عندهمش التشبيه، لان هو نفر من التشبيه جدا، فهو يامل عليهم التشبيه، بس لما لقاه هيستعمل عقله ويقول احنا بنعمل كده ليه؟ وفي حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام وعملها، يبقى راح جاي ضربه ضرب ايه؟ خلى حميد ده بعد كده يبقى ايه؟ حميد الطويل يبقى يمشي بعد كده عمره ما يتكلم ايه؟ ما يتكلم كلام غلط ابدا في الباب ده. وهكذا السلف جميعا ما حدش منهم ابدا رد على الله عز وجل او على رسوله صلى الله عليه وسلم بزعم ان هذا ظاهره التشبيه. فانت ايجوز ان يقال ان ظاهر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الكفر؟ التشبيه كفر، والعياذ بالله تمثيل الرب عز وجل بخلقه كفر. فازاي تقول في الكتاب المبين؟ يعني ايه مبين؟ الكتاب ربنا سمع قال ايه؟ قال عز وجل تلك ايات الكتاب المبين. مبين يعني بين واضح، يبين منه الايه؟ الحق. ازاي تقول انت بعد كده انه يبين منه الايه؟ الباطل. ازاي يبين منه الكفر؟ والعياذ بالله. لكن ده خزعبلات، ولذلك التحريف هذا تحريف باطل، وهو المذموم، وهو التأويل الباطل الذي لم يدل عليه دليل صحيح. فلا بد من دليل صحيح على المعنى حتى نحمل الكلام عليه. اذا كانش في دليل صحيح، او هذا الدليل لم يسلم من معارض، وزي ما قلنا في الاسماء والصفات والعقيده لابد ان يكون من الكتاب والسنه، يبقى التاويل باطل. واذا ما كانش تحتمل لغه العرب يبقى مش تاويل اصلا، يبقى لاعب بالنصوص،
يبقى ابطال لكلام الله عز وجل اذا كان لغه العرب لا تحتمل هذا الايه الكلام. زي ما يقول مثلا ربنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يقوم الباطنيه يقولوا الصلاه ان احنا نقول علي وفاطمه والحسن والحسين ومثلا ابنهم ولا حاجه احد الابناء، لو كده يبقى خلاص صلينا والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا، يقول الزنا ده عند يوم يقول لك الزنا معناها ان انا اقول السر بتاع الطائفه بتاعته لواحد مش منها، ده ما اسموش تاويل، ده ما اسموش ده كفر والعياذ بالله. لما واحد يفسر الزنا بكده ويقول ان الزنا الحرام ان هو يفشي السر، وان لو زنى بامراه ما بقاش حرام عليه، يبقى كافر خارج من المله، لان ده مخالف اصلا لا لغه عرب ولا دليل ولا حاجه خالص مطلقا. فده التحريف المذموم من غير تحريف ولا ايه؟ تعطيل. التعطيل معناها النفي، العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى بئر معطله وقصر مشيد. بئر معطله يعني ايه؟ بئر ما حدش بايه؟ بيستعملها ولا بيروح فيها، بئر معطله متروكه اهملها اهلها وتركوها. المراد هنا نفي الصفات الالهيه، يعني لا تعطيل. ليه استعمل لفظ التعطيل الشيخ الاسلام ابن تيميه؟ لان السلف استعملوا هذا اللفظ. استعملوا لفظ التعطيل وقالوا المعطله، الجهميه والمعطله. فايه الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التعطيل اشد من التحريف. التعطيل نفي المعنى الحق الذي جاء عليه السنه، التحريف تفسير النص بمعنى ايه؟ مرجوح، ماشي كده؟ فالتعطيل اشمل من الايه؟ من التحريف. التحريف بعض نوع من انواع التعطيل. المتجرئين من المعطله كانوا احيانا ينجفوا النصوص كده مباشره من غير ما يفسرها. يعني الجعد بن درهم ليه اتقتل؟ كان جريء جدا في التعطيل. قال خالد بن عبد الله القصري يوم خطبه، يعني خطب بواسطه يوم عيد النحر ولا مش عارف انهي بلد، فقال يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. كان هو ربطه تحت المنبر. فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. ايه اللي خلاه يقتله؟ انه كان صريح جدا بنقول لم يكلم موسى تكليما. ربنا يقول كلم الله موسى تكليما، هم يقول ايه؟ لم يكلم موسى تكليما. ربنا يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا، يقول لم يتخذ ابراهيم خليلا. فده كان زنديق فعلا والعياذ بالله. وده كانوا ينكروا نصوص الكتاب والسنه، وذلك دول غلاة المعطله اللي غلاة النفاة، ينفي نصوص الكتاب والسنه. التانيين جم وقالوا نفس الكلام، بس قالوا اتخذ الله ابراهيم خليلا بمعنى اراده الاكرام. فهم في الحقيقة عشان يهرب من هم قالوا اللي قالوا جهم، بس بعبارة ايه؟ أرق شوية بالظبط كده. حقيقة الكلام كفر، بس هم نتيجة التأويل اللي خدعوا بيه الناس ما قالوش احنا ما نكذبش القرآن، ما قالوش كده، ما قالوش ان لم يتخذ ابراهيم خليلا، قالوا اتخذ ابراهيم خليلا بس معناها اللي قال عليه ده. يعني مين اللي قال استوى على العرش بمعنى استولى؟ هو الجعد بن درهم والجهم بن صفوان أساسا، بس هم كان عندهم جرأة في ان هم يقولوا لم يستوي على العرش. والعياذ بالله. التانيين قالوا استوى، بس استوى بمعنى ايه؟ استولى. هم غطوا الكلام، ماشي كده؟ فالتحريف نوع من انواع الايه؟ التعطيل. التعطيل قد يكون مع تحريف وقد يكون اشد كفرا من ان هو ايه؟ يصرح به، حتى يصرح به يعني. فلذلك بيقولوا بينهما العموم والخصوص، نسبه بين التحريف والتعطيل العموم والخصوص المطلق. يعني التعطيل اعم مطلقا من التحريف. يعني ايه العموم والخصوص المطلق؟ اصل في عموم وخصوص وجهي، يعني هذا اعم من وجه وهذا اخص من وجه. والعموم المطلق خصوص مطلق، يعني واحد اعم من الثاني مطلقا. يعني على سبيل المثال لو قلنا العلاقه مثلا بين السكندري والمصري، ليه علاقه ايه بقى؟ عموم وخصوص ايه؟ مطلق، ماشي كده؟ يعني كلمه مصري اعم من كلمه ايه؟ سكندري من كل وجه، مش كده؟ طب العلاقه بين كلمه مصري وكلمه ابيض بينهما عموم وايه؟ فبعض المصريين ابيض وبعضهم ايه؟ غير بيض، وبعض البيض مصريين وبعضهم ايه؟ غير مصريين، فاهم يعني ايه كده؟ فده يتقال بقى على بينهما عموم وخصوص وجهي، هذا اعم من وجه وهذا اعم من ايه؟ من وجه، وهذا اخص من وجه وهو والاخر اخص من وجه،
لو شبهناها بالدوائر كده، لو قلنا كده العموم والخصوص المطلق، الدائره الكبيره جواها دائره صغيره، جواها خالص من كل وجه، ماشي كده؟ العموم والخصوص الوجهي معناها دائره كده، ومقطعاها دائره ثانيه فيها حته من براها، هما بيشتركوا في جزء، ودي منفرده بجزء ودي منفرده بجزء، ماشي كده؟ اللي جت معاه جت، واللي ما جاتش ما جاتش، عشان ايه لاقيها كلمه مطلق يبقى يعرف يعني ايه المقصود بيها. يعني بمعنى انه كلما ولد التحريف ولد التعطيل دون العكس، ولذلك يوجدان معا في من اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الوارده وزعم ان ظاهرها غير مواد ولكن لم يعين لها معنى اللي هو التفويض، يشمل ذلك، ويشمل ايضا يعني المفوضه معطله وما حرفوش، قالوا امال ايه المفوضه دول؟ المفوضه دول قالوا ان الالفاظ دي لها معاني بس ما نعرفش ايه معاني دي، ومش هنقول استوى بمعنى استولى. استوى عبارة عن ألف سين ته واو ألف عين لام ألف ألف لام عين راه شين. استوى على العرش يعني كده، يعني نقول الحروف دي وخلاص. فده أمال إيه العلو؟ يقول لك لا ما تقولش العلو، ربنا لا يعلو على خلقه. طب أمال إيه اللي أمال استوى على العرش؟ يقول لك ما نعرفش. سميع بصير ما نقولش لا سمع ولا بصر، نقول سين ميم عين به صديرة بس. فده في الحقيقة تعطيل من غير إيه؟ من غير ما يحرف ويقول من غير ما يصرفه الى معنى مرجوح. فكلمه التعطيل تشمل غلاة المعطله وتشمل المؤوله المحرفه وتشمل الايه؟ المفوضه، كل دي جوه الدائره الكبيره بتاعت دائره التعطيل، ماشي كده؟ وشيخ الاسلام خصص التحريف خصوصا لان المحرفين دول هم المؤوله هم المنتشرين وكانوا الاكثر في وما زالوا هم الاكثر في التعامل مع نصوص الكتاب والسنه الموجودين في زمنه وبعد زمنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله.